إذن حازم، هذه اشتباكات عنيفة نرصدها الآن على الهواء مباشرة، أصوات الرصاص الحي، وهو متبادل ما بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. أعود إلى ما كنت أتحدث عنه، وهو حول تنفيذ عمليات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ما جرى عند مستوطنة عليه بين رام الله والبيرة ونابلس، 4 مستوطنين قتلوا وكذلك أصيب 4 منهم. عملية نفذها الشبان من قرية تل في نابلس أو عريف عفوا. وبعد ذلك هذه العملية جاءت حازم بعد ساعات من اجتياح مخيم جنين، وهذا أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين تذكر تماما عندما دمرت الآلية العسكرية. وأيضا في مرات سابقة، حازم تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا رائد، تفضل أكمل نستمع معك ومع السادة المشاهدين في هذه اللحظات إلى دوي الانفجارات في جنين والاشتباكات أيضا التي لا تزال متصاعدة حتى الآن. نعم، كنت كذلك أتحدث عن العمليات التي تنفذ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بعد حصار جنين، وهذا أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا مع مطلع العام الحالي. نفذت عملية في مدينة القدس المحتلة، هذه العملية أدت إلى مقتل 7 مستوطنين نفذها خير علقم. وبعد حصار جنين قبل نحو أسبوعين أيضا نفذت عملية في مستوطنة عليه. بالتالي كل هذه المشاهد ربما تحرك الخلايا النائمة أو حتى التنظيمات التي يتم تحريكها من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تابعة لحماس، للجهاد الإسلامي، لكتائب شهداء الأقصى، للفصائل الفلسطينية بمختلف يعني مشاربها وأطيافها وانتماءاتها. هذا أكثر ربما ما يرعب إسرائيل أو يؤثر عليها بشكل أكبر، هي العمليات الفردية التي تنفذ في المستوطنات أو حتى داخل الخط الأخضر أو في مدينة القدس المحتلة. بينما الحالة التي نعيشها الآن في شمال الضفة الغربية لسيما في مدينتي نابلس وجنين هي حالة يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليها، وذلك لتجميل صوره أمام مجتمعه وأمام المستوطنين المتطرفين وكذلك لإرضائهم. وأحيانا تأتي كل هذه العمليات، يقال بأن هذا القرار اتخذ قبل نحو أسبوعين بعد تنفيذ عملية عليه، عندما طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بشن عملية عسكرية واسعة على الضفة الغربية تحديدا في الشمال، طالب بضرورة إعدام منفذي العمليات وطالب بضرورة عودة إسرائيل إلى الاغتيالات من الجو. بعدها بأيام طائرة إسرائيلية حربية تغير على سيارة فلسطينية فيها 3 مقاومين أدى إلى استشهادهم قرب حاجز الجلمة. اليوم نحن نتحدث عن طائرات إسرائيلية حربية، عن مسيرات وعن طائرات درون. هذه الطائرات أغارت على أهداف عدة في مخيم جنين مع منتصف الليلة الماضية، وبعد ذلك بدأ الاجتياح البري. ربما الاجتياح البري هو مصطلح جديد في الضفة الغربية، لكن هذا ما نراه على الأرض الآن. هم قصفوا من الجو وبعد ذلك دخلوا إلى مدينة جنين إلى مخيمها لتنفيذ أو لحصار المخيم، وهذا لكي يتمكنوا من إحكام قبضتهم على المخيم ومحاصرة المقاومين فيه. يعني دعنا نتحدث أيضا عن أحوال الناس في المخيم. يعني ذكرت هناك أطفال، هناك نساء، الوضع صعب، يتابعون بين لحظة وأخرى تجدد الاشتباكات وأصوات القصف والعبوات. هذا المشهد كيف يتابعه أيضا الفلسطينيون، وأنت تتابع بكل تأكيد ما يكتبه الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنت في قلب الحدث؟ بكل تأكيد، يعني في هناك حالة تخوف كبيرة على الفلسطينيين، على المدنيين في مخيم جنين، خاصة وأنك ذكرت بأنه في هناك نسوة وأطفال.
نحن نقف على بعد كيلومتر تقريبا من مدخل المخيم، ولا أقول وسط المخيم، لا أقول بالقرب من مسجد الأنصار، بينما نقف في منطقة تعرف باسم السينما ونستمع إلى أصوات هذه الانفجارات، وكذلك نستمع إلى أزيز الرصاص وإلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم بين الفينة والأخرى، وهذه أصواتها عالية جدا، أصواتها مرتفعة. لكن ماذا عن الناس داخل المخيم عندما ترمى القذائف فوق رؤوسهم وعندما تطلق الصواريخ عليهم؟ بكل تأكيد بأنه في هناك حالة من الخوف. اشتباكات حازم. نعم، يبقى في مكان آمن رائد. يبدو أن الاشتباكات يعني تقترب من حولكم في المنطقة التي تتواجدون فيها. إحدى الرصاصات يعني على ما يبدو ارتطمت بالجدار الذي نقف عنده. طبعا نحن في منطقة آمنة نوعا ما، نعم. ولكن مرة أخرى حازم، لا يوجد مكان آمن في مخيم جنين، وأنا لا أناقض نفسي أو حتى في مدينة جنين، وكما ذكرت قبل قليل نحن نبتعد قرابة كيلومتر عن مدخل المخيم الرئيسي عند المدخل الشرقي لهذا انفجار الآن. نعم. هذا انفجار كبير وعنيف يهز المنطقة التي نتواجد فيها، وهو ناتج عن عبوة ناسفة ألقيت باتجاه آلية عسكرية تتحرك في الشارع المطل على المدخل الشرقي لمدينة جنين. نتابع الجرافة العسكرية يعني وقوفنا في تتراجع. منطقة آمنة. نعم. هناك جرافة عسكرية تتراجع، أيضا هناك جيبات عسكرية في طريقها نحو المدخل الشرقي كما نتابع في هذه الصور. هذه صور مباشرة. صحيح حازم، هي آليات عسكرية تتحرك في هذا الشارع بالإضافة إلى جرافة عسكرية. هناك نوعان من الجرافات التي تم استخدامها إلى جنين، هذه جرافات عسكرية عادية يتم استخدامها لإزالة الإطارات المطاطية أو حتى السواتر الحديدية والعوائق التي يتم وضعها في نعم. رائد، الاشتباكات في المنطقة التي تتواجد بها أنت أم في مناطق أخرى تم استهداف قوات الاحتلال المقتحمة فيها، وأيضا الاشتباكات التي تجددت قبل قليل بعد أن تم قصف منطقة بجوار مسجد الأنصار؟ حقيقة الاشتباكات في كل مكان، يعني في منطقة مسجد الأنصار، في منطقة الجابريات، في منطقة دوار السينما، عند المدخل الشرقي لمدينة جنين، عند ما يعرف بدوار الحصان، عند المدخل الغربي لمدينة جنين، وكذلك عند المدخل الرئيسي قرب منطقة الساحات هناك، وأماكن عديدة هي قريبة في محيط المنطقة التي نتواجد فيها، يعني ليس فقط في هذا المكان، ولكن كما ذكرت قبل قليل ربما استمعتم إلى أصوات الرصاص الحي. إحدى الرصاصات ارتطمت في منطقة قريبة منا أو حتى في الجدار في البناية السكنية التي نتواجد فيها، وبالتالي لا يوجد هناك أي مكان آمن. كل من يتحرك يطلقون عليه الرصاص، كل من يتحرك في الشارع يحاولون طبعا استهدافه، وهذا ما جرى أمامكم على الهواء مباشرة. اليوم خالد بدير زميلنا في مستشفى ابن سينا تم إطلاق الرصاص عليه وعلى المصور، وهو في داخل المستشفى. نعم. هو في داخل المستشفى تم إطلاق الرصاص عليه وعلى المصور، وكذلك على من كان على مقربة منه، وبالتالي أنت داخل المستشفى، يعني من المفترض أن يكون هذا أأمن مكان في العالم في صرح طبي لا يمكن يعني تجاوزه بكل القوانين والأنظمة والتشريعات. أنت داخل مستشفى، لكنك قبل قليل كنت تتحدث عن استهداف لمسجد الأنصار. إذا المساجد استهدفت
وإذا المساجد تم إطلاق الرصاص عليها وتم إلقاء يعني عليها قنابل وبالتالي ربما يعني قذائف أنيرجا تستغرب من عملية استهداف المستشفيات وإطلاق النار على الصحفيين. اليوم أطلقوا النار على أطقم صحفية ولولا رعاية ولطف الله سبحانه وتعالى لتحدثنا عن شهيدين من الزملاء الصحفيين تم إطلاق الرصاص عليهم. على الأقل أحد الزملاء أصيبت كاميرته بخمس رصاصات وجهاز البث الخاص به احترق تماما. طواقم إسعاف، طواقم الصحفية، سيارات بث، حتى جمعيات الهلال الأحمر احتجزت اليوم. كان الهلال الأحمر أصدر بيانا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز مركبتين له في جنين أثناء عملهما في منطقة قريبة من هذا المكان. إذا تحتجز الإسعاف فأصبح من الطبيعي أن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفيين وكذلك على المستشفيات وعلى المدنيين. فما هو حال هؤلاء داخل مخيم جنين من الأطفال تحديدا يعني ومن الحديث النسوة؟ كثير والمعاناة طويلة ومتصلة مع تواصل ساعات بل دقائق هذا الاقتحام الإسرائيلي المستمر لجنين ومخيمها. نتابع الآن في هذه الصور معك والمشاهدين الآليات العسكرية والجرافات وأيضا الجيبات العسكرية الإسرائيلية في عند المدخل الشرقي لمدينة جنين ومخيمها في هذه اللحظات. يعني كيف يمكن وصف المشهد الآن على صعيد عسكري وعلى صعيد ميداني؟ يعني عندما نتحدث عن أزقة مثلا نتحدث عن شوارع ضيقة، نتحدث عن أماكن تدور فيها للشبكات بين منازل المواطنين في هذه اللحظات، كيف يمكن وصف هذا المشهد الذي خلقته إسرائيل باقتحامها إلى هذه المنطقة؟ جغرافيا المنطقة معقدة جدا، وأنت تعلم تماما جغرافية المخيمات الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، بيوت متلاصقة، مساحة صغيرة ولكن في نفس الوقت اكتظاظ في عدد السكان. عسكريا أو حتى إسرائيليا لا توجد هناك أي معلومات عن هذه العملية، هل فعلا أو هذا العدوان سيستمر لأيام متتالية أم أن إسرائيل نفذت عدوانها خلال الساعات الماضية وستنسحب خلال ساعات قليلة؟ حل الظلام، بدأ القصف في ساعات متأخرة من الليل في ساعات الظلام وأشرقت الشمس على مخيم جنين وعاد الظلام وحل مجددا وما زالت القوات الإسرائيلية تمارس عدوانها على المخيم. أي أن هناك أكثر من سيناريو يمكن الحديث عنه في مخيم جنين لهذا العدوان الذي قد يستمر لأيام متتالية، قد يستمر ل48 ساعة، قد تنسحب القوات الإسرائيلية بعد قليل. هذا كله مرتبط باجتماع قادة الاحتلال الإسرائيلي وبتوجيهات حكومة الاحتلال المتطرفة أصلا. من هم في حكومة الاحتلال؟ بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير، سموتريتش، بالإضافة إلى أعضاء كنيسة متطرفين، بالإضافة إلى قادة المستوطنين الذين يدعمون هذا العدوان، لسيما يوسي داغان وهو رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الذي يتحدث دائما عن شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية أو حتى في الضفة الغربية بشكل عام. إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي عندما زار جبل صبيح أو ما يعرف عندهم ببؤرة أفيتار المقامة في بلدة بيتا على جبل صبيح، قال اركضوا نحو التلال وسيروا نحو الهضاب، في إشارة ودلالة واضحة من إيتمار بن غفير إلى المستوطنين، أي استوطنوا في أماكن مختلفة، نحاول شرعنة هذه المستوطنات. أنا معكم على الإطلاق، هو تحدث في هذا الموضوع وقال أنا معكم وأدعمكم. وبنيامين نتنياهو لا يستطيع
أن يرفض أي طلب لإيتمار بن غفير في حال فكر الانسحاب مثلا من حكومة بنيامين نتنياهو، وهو الذي يعني كان السبب الرئيسي إلى جانب سموتريتش في إنجاح بنيامين نتنياهو أو حتى تشكيل هذه الحكومة الإسرائيلية. كل هذه أمور متشعبة ومرتبطة حازم، هم يحسبون ألف حساب لهذه القصة. وحتى عندما أغاروا على قطاع غزة خلال الأشهر الماضية قالوا إن السبب العدوان، يعني بعض المراقبين المحللين السياسيين، هو لحل أزمة بنيامين نتنياهو، وربما أيضا جاء هذا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين لنفس القصة، وهذا يندرج في إطار تفكير حكومة الاحتلال الإسرائيلي